احنا سعيدين جدا بهذا النشاط اللي تضمن 170 طالبة و50 أم إذا لم يزيد عن ذلك، وغير المعلمات المشاركات. نشاط زي ما أنت شايف عبارة عن مجموعات منظمة، شغل مرتب ومنظم. سعيدين جدا لأنه كل طفلة أو كل طالبة أخذت حقها باللعب بالتفريغ النفسي. مؤسسة الرؤية الفلسطينية بتنفذ مشروع الإنجاز الشبابي بالشراكة مع اليونيسف وبتمويل من الحكومة الهولندية. جزء من الأنشطة هو النشاط اللي بنقوده اليوم من قبل طلائع مشروع الإنجاز الشبابي في طول كرم. بننفذ المشروع في 21 موقع في 6 محافظات. هاي واحد من المواقع اللي احنا بننفذ فيها المشروع. الهدف من هذا النشاط هو إحياء لذكرى أو لمناسبة اليوم العالمي للشباب. موضوع السنة هو بيتحدث عن شعار الصحة النفسية للشباب بغض النظر وين موجودين. تم عقد الكثير من النشاطات، طبعا هذا نشاط مشترك بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأمم المتحدة اللي أحيت هذا اليوم بطرق مختلفة وبمناطق مختلفة. احتفالنا اليوم بمدرسة بنات الكرم، احتفال نحتفل اليوم باليوم العالمي للشباب اللي بتنظمه مؤسسة الرؤية الفلسطينية ضمن مشروع الإنجاز الشبابي بمشاركة مع اليونيسف. هدف من نشاطنا نعزز الصحة النفسية مع داخل مخيمنا وداخل مدرستنا من خلال أنشطة. هايكم شايفين عن الأنشطة والألعاب الشعبية، وعشان نغير من واقع بدنا نعمل قصص هادفة حول مفهوم الصحة النفسية، وإحنا الشباب قدها لنغير.